تقدم الأهلي على الداخلية بهدف مقابل لا شيء في شوط أول كانت الغلبة والسيطرة فيه لصالح النادي الأهلي لاعبا ونتيجة. كابتن شريف، التقدم مستحق في شوط سيطر على أغلى فتراته النادي الأهلي. بالضبط كده، يعني استحواذ النادي الأهلي كله هو اللي أتاح لي الذهاب للمرمى أكثر من حوالي 10-15 مرة في الشوط ده، ولكن الأهلي لحق نفسه في الشوط ده بالهدف اللي جابه، ما خلاش عنصر الزمن أو عنصر الوقت يودي للشوط الثاني بدون نتيجة إيجابية يعني. فواضح برضو اللعيبة عندها حالة مش إرهاق، إنما برضو زهق من الكورة، يعني اللعيبة برضو بتأدي فوق طايتها يعني. حاسس النهاردة عايزين يعملوا حاجة، بس الراحة اللي هم كانوا فيها وبعضهم ورجوعهم ولسه عدم الاستقرار على انك هتلعب مباريات ومطلوب منك انك انت تحقق نتائج في بطولة جديدة، التوازن ده الدخول والخروج مخليهم برضو بعيد شوية عن حساسية التهديف في منطقة ال 18. انا كنت لسه هقول لك لو ما كانش بيرستاو تحرك التحرك ده، تقول لك بيرستاو ناحيه اليمين يعني مسلم نفسه خالص مع فريق الداخليه. انت بتقول لي ان مفيش حد جوه غير كهربا، مفيش حد بيدخل بيحاول معه في المنطقه دي غير كهربا، حتى حسين الشحات ابتدى في اخر الشوط ان هو يكون ليه وجود في الحته دي، ورؤيه واستكشاف الملعب من الناحيه الهجوميه ابتدى اعتقد من الدقيقه 26 لما كهربا ابتدى يشوط وابتدى مروان يشوط والدنيا ابتدت تبص كويس، انما الباص الجميل اللي عمله كهربا الحقيقه اسمر عن هدف، فلا بد من هدف تاني لان مباراه الكاس لا تؤمن، لان بشوف انا كاونتر اتاك بتحصل علينا كتير جدا، ممكن اي حاجه زي كده تتحقق للداخليه بهدف، فلازم احنا ان شاء الله نبتدي الشوط التاني بدايه قويه باذن الله نخلص فيها المباراه. كابتن اسامه، ركله جزاء مهدره في البدايه وهدف ولا اروع لبيرسي تاو وتفوق كامل للنادي الاهلي الشوط الاول. يعني الشوط كله في اتجاه واحد. مظبوط. سيطره تامه من النادي الاهلي على كل مجريات اللعب. تحركات كتيره جدا من بيرسي تاو والشحات وديانج وقفشه مع كهربا، وحتى هاني ومعلول عاملين شغل كويس. الاطراف شغاله، العمق شغال، بيحاولوا كتير قوي يلعبوا حاجات من العمق بين قفشه والشحات وبيرسي تاو وكهربا، الوان تو هات والوان ثري والحاجات ديت، يمكن بعضها ما اكتملش وبعضها كان ممكن يعني النهايه تبقى افضل من كده. صح. وضرب الجزاء طبعا معلول هارد لك في القائم وخرجت، لكن واضح النادي الاهلي حتى لما علي معلول اضاع الكوره كلنا بنقول الاهلي هيجيب جول، يعني واضح الاهلي هيجيب جول. الهدف رائع من تمريره حلوه جدا من قفشه وتحرك حلو قوي من بيرسي تاو، والميزه في الجون ده ان بيرسي تاو حطه بهدوء. مظبوط. يعني هو احيانا بينفرد بيبقى متوتر شويه، لكن الكره دي تحس انه حطها بكل هدوء، يعني هو شايف محمد مجدي وهو طالع ورأس الجول بجسمه. رأس الجول وحطها له عكسه. بالظبط. فهي جون جميل من قفشه ومن بيرسي تاو، وتعددت بقى الركنيات، التحركات، الانفرادات، في انفراد برضو اتلعبت بين شحات وقفشه، قفشه حطها بس كان عايز يركنها في الزاويه البعيده راحت في نص الجون في ايد محمد مجدي. فانا شايف انه السيطره كتيره، يعني سيطره تامه من النادي الاهلي، شغل كويس قوي، بس هو بس التعزيز بهدف تاني عشان تقتل الماتش تماما. لان طول ما النتيجه 1-0 هم برضو لسه عندهم امل انه ممكن يرجعوا المباراه. مزبوط. لكن هم مفككين جدا في وسط الملعب. صحيح. ومفيش خطوره واضحه، لكن الهدف التاني يقضي هو اللي هيقضي على المباراه. كابتن عادل، تقدم منطقي للنادي الاهلي الشوط الاول، ولكن كنا نتمنى نهايات افضل من كده زي ما قال الكابتن اسامه،
والمباراه ما زالت في الملعب. ما احنا اتكلمنا على مباراه الكاس، هي الخوف من الحته بتاعت انك انت ممكن يدخل فيك هدف، ممكن تتصعب الامور، فانت بتلعب بحرص شويه. النادي الاهلي كان الافضل انتشارا والافضل جريا والافضل توظيفا. فرقه الداخليه كانت بتلعب كل رد فعل، ما عملتش خطوره على النادي الاهلي. انت ضيعت بنالتي النهارده علي معلول، كنت لو كانت بنالتي جه في وقت كان ممكن النتيجه تعلى عن كده. الجون اتاخر شويه في التايم الاولاني، ولكن في اخر الامر انت مستني حته انك انت تقضي على المباراه بس بشكل اللي هو تدرجي، يعني انت مش محتاج انك تدوس قوي، مش محتاج تدوس 100%. في حاجه في اخر السنه لازم اللعيبه بتعملها يعني، او الاجهزه الفنيه بتعملها، انك انت بتلعب لعب متوسط اللي هو لعب المكسب اللي هو الاقتصادي. اللعب الاقتصادي، انك انت ازاي تقتصد حتى اللاعبين. يمكن الكابتن شريف اتكلم على حته الزهق شويه اللعيبه، دي حقيقه جات يعني يبقى جهاز ذهني وزهق وحاجات كده. فبيحصل ايه؟ انك انت بتشتغل على اقل جهد واكثر انتاجا. صحيح. عشان تعمل اقل جهد واكثر انتاجا يبقى لازم يبقى في حته فكر ان الباص، التحرك، الحاجات البسيطه دي هي اللي تقدر توفر فيها. لكن تمسك كوره كتير يعني، حسين الشحات من الحاجات اللي انا شايفها فيه هو بقى مستواه عالي جدا، ولكن لو قلل من مسك الكوره كتير ممكن يعمل انتاج اكتر من كده. بيرسي تاو النهارده الهدف اللي جابه يديك انطباع ان ده لعيب كبير بيعرف يجيب هدف، عمل تحرك هايل والباص. وانا طول عمري لا، هو قفشه طول عمره قفشه لوفاء وفايق على طول في الكوره في عندنا في النادي الاهلي. هيوديك حته كتير بعيده قوي يعني، حته قفشه ان هو الوحيد اللي في مصر دلوقتي اللي اول ما بيبص الكوره بتبقى تحت رجله بيبص قدام، عنده رؤيه بالظبط، عنده رؤيه وبيعرف يباصي وبيعرف يوصلك. طيب مفيش لعيبه في مصر كتير كان اللي كانوا متواجدين، كان ابو تريكه، عبد الله السعيد، ما فيش حد في الوقت ده قال قفشه. ايوه صحيح. كابتن بلال، تقييمك للشوط الاول فنيا من الفرقتين، وايه اللي ممكن نشوفه الشوط الثاني؟ يعني شوط مفتوح الشوط الاول، يعني ما توقعتش يعني، كنت متوقع انه يبقى مقفول اكتر من كده من الداخليه، والجيم يبقى متصعب شويه، من الفرقه تبقى مرصوصه اكتر من كده على يعني قدام المرمى. لكنهم واضح ان هي مباراه كاس، واضح ان هم خد بالك برضو المدير الفني مش موجود، فواضح ان الامور متغيره فنيا، متغيره الحماس قل شويه، قليل طبعا، قليل كتير يعني عن ما كان موجود معهم علاء، كابتن علاء عبد العال. يعني الاهلي اعتقد اللعيبه كمان حاسه بمباراه سهله، رف وتناول الايد، بتروح كتير على الجول، بتضيع فرص كتير، كل واحد الواحد بيخاف من الماتشات اللي زي دي. بس خد بالك الفرق اللي قدامك مسهله الامر، يعني انت الامور مش متصعبه. في اوقات يا كابتن ايمن تبقى انت ايه مستسهل بس الدنيا تتصعب في الملعب، وفي اوقات تبقى انت مستسهل بس تحس ان الدنيا برضه سهله في الملعب. يعني الاهلي راح كم بكره على الجول؟ راح بكتير. الاهلي راح عليه كم مره؟ ولا مره. فاهم قصدي؟ ماسك كوره في كل، بتضيع، بتروح، سهل، الامور سهله في الملعب. وانت كمان مش عايز اقول مستسهلها، بس انت حاسس ان الامور سهله في الملعب، الموضوع مش شائك يعني. مش انت بتعافر وبتقاتل وبتروح وهم مقفلين الجيم وبتاع، بس لا. خلي بالك الماتش في الملعب برضه استيل يعني طبعا يعني هو جول تاني ممكن ينهي الامور. انا بتكلم على مجريات الشوط الاول، فاهم قصدي؟ لكن الشوط الثاني اعتقد الشوط الثاني عشان ما تروحش في حته ان انت برضه مع مباراه السويس ان هم برضو بعد ما سجلت انت هدف كان في فرصه خطيره بالنسبه له، فكان ممكن يروح ويسجل اللي هي الكره اللي جت جنب القايم. فلا، فانت محتاج انك تسجل هدف عشان كمان المدير الفني يبتدي يستعين باللعيبه اللي موجوده بره على دكه البدلاء. انت عندك مباراه خد بالك يوم الخميس اللي جاي، النهارده الحد، 2 3 4 في 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 توقيت صعب جدا نهايه السيزون. انت واضح برضو على لعيبه الاهلي الارهاق طبعا. خلي بالك الماتش الجاي كمان جدا. قال انا بقول لك انت عندك زهق وعندك ارهاق صح. وعندك جو صعب جدا، وعندك ارضيه ملعب برضو صعبه جدا، مش نفس ارضيه ملعب استاد القاهره. تمام. ده كمان الماتش اللي جاي ان شاء الله بعد ما نخلص ماتش النهارده بالمكسب باذن الله، الماتش اللي جاي ساعه اقل بعيد، هتتلعب الساعه 6 مظبوط، الساعه 6 مظبوط، صح، في ساعه اقل. فانت الامر صعب، فانت محتاج كمان انك تعمل بعض التبديل، محتاج تنزل رأفت خليل ومحمد خفري فخري اسف ونبيل كوكا انا الحرم اسرع كوستك ما بتلعبش الحمد لله خلينا يعني ممكن يستعين بكوكا، يستعين بفخري، عندنا خمس لعيب، خمس لعيب تقدر، بس مش هيبقى من البدايه بعد 2-0
بعد 2-0 تبتدي خلاص. خد بالك المباراه مش صعبه يا كابتن، المباراه مش صعبه، احنا كلنا شايفين المباراه مش صعبه، عشان لو قلنا المباراه صعبه يعني احنا بنضحك على نفسنا. لا المباراه سهله جدا، بس محتاجه هدف تاني عشان تخلص منها. تمام عشان انت وارد الشوط الثاني، خد بالك اخر 10 دقايق لو خدت بعد ما جه الجول اخر 10 دقايق شوف ابتدوا يضغطوا عليك فين؟ مزبوط. في ال 18 ده معناه ان هم يعني ما بين ان هم يروحوا أيوة. يروحوا للجيم ولا يستنوا بقى يخايفين من ممكن الشوط الثاني بقى لانه خسران يبتدي بقى يعمل الشغل ده زي ما انها اخر 10 دقايق ممكن. خد بالك عشان كده بقول لك ايه، انك تنزل من الشوط الثاني بتدور على الهدف ده، هو ده ده المفترض البلان او الاستراتيجي اللي بتشتغل عليه من بدايه الشوط الثاني. ما ينفعش تنزل بنفس منزله الشوط الاول، لان هو في الاول قلقان انت النهارده لما تخش، انا اسف يعني، تدي واحد بوكس خلاص راحت الرهبه بالنسبه له، هو عمال يدافع يدافع خلاص اديته بوكس خلاص مضطر انه يخش يضرب أي. تمام او مضطر انه يخش معاك في الخناقه بقى خلاص ما بيدافعش عن نفسه أي. فانت خلاص انت كانك اديت بوكس تمام، فخلاص هو دلوقتي تحرر من الخوف أي. فيعمل ايه؟ هيبتدي يهاجمك، يبدلك الهدف. سجلت الهدف الثاني خلاص المباراه خلاص هو القاضيه دي بالنسبه له، ما سجلتش الهدف الثاني هيبتدي هو باحسن برضه ورا ان هو هل ممكن يسجل هدف، هل ممكن يستغل هجمه مرتده، هل ممكن يضغط عليك. فده المتوقع الشوط الثاني، عشان كده انا اتمنى ان ننزل بندور على الهدف الثاني عشان تقتل الجيم، تبتدي تدور على التغييرات اللي عندك عشان عندك مباراه اصعب من كده بكتير. صح. طبعا المباراه اللي جايه المباراه اللي جايه مع المصري، احنا عايزين ننهي الموسم بان احنا موجودين في كاس مصر 20 ما اعرفش ده بتاع 2019 ولا 20، لان الحقيقه ما عنديش التواريخ بتاعت مش موجود عندي. ايوه ايوه بس انا بلعب كل سنه كاسين. تكملته في سبتمبر هيكمل السنه الجايه يعني اعتقد ان شاء الله السنه دي. متاكد؟ اه هم يعني الكابتن عامر حسين قال ان احنا هنبدا الموسم بان احنا نكمل مباريات كاس مصر، لان انت بتخش على سيمي فاينل يعني ان شاء الله باذن الله نعدي الماتش ده، نعدي ماتش المصري ان شاء الله، هيبقى عندك انبي والزمالك وبيراميدز ان شاء الله، وبعدين الفاينل يعني ان شاء الله، بس ناخدها خطوه خطوه باذن الله. يعني هيكمل السنه الجايه، ما انا بقولها في سبتمبر المفروض يعني على كلامهم. ما هو السنه الجايه ما اقصدش 2025 24 لا بتكلم على السيزون الجاي. السيزون الجاي ايوه يعني هتلعب ايوه زي كل سنه ما انا فاهم قصدي، فهتخش على السيزون الجديد بالسيزون بالكاس القديم. فما اتمناش ان احنا يعني نخرج يعني بره، لان امكانياتنا وقدراتنا وطموحاتنا احنا الافضل افضل بكتير جدا، افضل انت افضل في السنه دي بشكل عام، افضل فرقه في افريقيا، افضل فرقه في مصر، افضل فرقه مش عايز اقول في الوطن العربي اللي احنا ما خدناش البطوله العربيه، بس انت من الفرق اللي حققت انجازات كبيره جدا باداء السنه دي راقي ورائع جدا 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 يا كابتن عيسى. فالاهلي السنه دي مختلف بشكل كبير جدا يعني بشهاده كل الناس. مظبوط. الخصم قبل شهادتك انت الشخصيه بيقول ان الاهلي السنه دي في افضل فتراته الفنيه والبدنيه السنه دي. احيانا تبقى الاستمراريه الاصعب. طبعا طبعا مش احيانا، هي الاستمراريه دايما الاصعب. انت يعني كان في مثل كده بيقول لك ان من السهل الوصول للقمه لكن من الصعب انك تقعد مربع عليها. مظبوط. فعشان تقعد الاهلي طبعا عنده مقاومات يعني تربع على القمه في اوقات كتيره جدا 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 واحتفاظ بالبطولات يعني باستمراريه بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنتكلم على ان انت وصلت لنهايه السيزون اللي بتبقى عنده الصعوبات تمام بتاعه ان اللعيبه خلاص يعني تشبعت وزهقت وتعبت وملت وخلاص عايز ياخد اجازه. صحيح. خلاص فانت بس محتاج تكه صغيره عشان ايه ان شاء الله. كابتن شريف هنشوف اهداف تاني شوط تاني ان شاء الله، لازم بنفس الاداء وبنفس التركيز اللي اللعيبه بتحاول تعمله في الشوط الاول والهدف اللي هم بيلعبوا من اجله باذن الله لازم يكون في هدف. كابتن اسامه ان شاء الله في هدف تاني من النادي ده النادي الاهلي باذن الله. كابتن عادل شايف ان في اهداف ان شاء الله، اهداف ان شاء الله شوط تاني من النادي ده. كابتن بلال ان شاء الله كابتن باذن الله كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لتعزيز المكسب، ونحتفل بعد المباراه بفوز النادي الاهلي ووصوله لدور الثمانيه للملاقات المصري ان شاء الله المباراه القادمه. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظروا.